الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الرقية وكيف يرقي الشخص نفسه في المنزل إذا كانت به أعراض خفيفة. أما إذا كان متلبس بجن عاشق، المرأة متلبس بجن عاشق والرجل متلبس بجنة عاشقة، أو سحر مرصود أو معلق أو مرشوش أو ما يكون، ضروري أن تحتاج إلى شيخ أو راقي متمكن له قواعد وله خبرة وله شيخ وله ورد. هكذا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طرق هذا الباب من عمار وزوار. إذا كنت أيها العامرا عاشقا زنديقا مقتحما فاشرا مقر بسحر ممس بتوكال بطعام مأكول بسحر مأكول في هذا الجسم، فندعوك للخروج وأدعوك للذهاب أو أدعوك للكشف عن اسمك ويومك وقبيلتك ومرادك في هذا الجسم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نعلم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذا كتابنا بين يديك ينطق عليك بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسولنا يكتبون ما كنتم تنكرون. اخرجوا واذهبوا الى عبدة الاوثان، اخرجوا واذهبوا الى عبدة النيران، اخرجوا واذهبوا الى عبدة الاصنام. بسم الله ومن الله الى الله ولا اله الا محمد رسول الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله هو السميع العليم وقد اعذر من انذر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله هو السميع العليم وقد اعذر من انذر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله هو السميع العليم وقد اعذر من انذر.